بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كنا في خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في جواب ذعلب اليماني حينما سال الامام عليه الصلاه والسلام عن مساله توحيديه فاجابه الامام بهذه الخطبه البليغه وصلنا الى هذا المقطع حيث يصف الامام الله سبحانه وتعالى بهذه الاوصاف ويبين حقائق توحيديه فيقول متجل لا باستهلال رؤيه ناء لا بمسافه قريب لا بمدانات لطيف لا بتجسم موجود لا بعد عدم فاعل لا باضطرار مقدر لا بحركه مريد لا بهمامه سميع لا بآله، بصير لا بأداة إلى آخر الخطبة المباركة. متجل لا باستهلال رؤية. الإنسان يمتلك حواس وأقوى الحواس هي الرؤية. الحواس الاخرى حدودها اما في حد جسم الانسان او تتعداه بمقدار قليل. يعني مثلا حاسة اللمس او حاسة الذوق. هذه انما تحصل اذا لامس الشيء الجسم البشرة او اللسان. دون ذلك حاسة اللمس وحاسة الذوق لا يمكنها أن تشعر بالشيء هناك حاستان تشعران بالأشياء لكن إذا كانت قريبة عادة حاسة السمع وحاسة الشم مدى قدرة ال أذن للسمع إنما يكون بالنسبة إلى الأصوات القريبة عادة وكذلك شم الأشياء القريبة فإذا بعدت الأصوات عادة السمع لا يسمعه الأنف لا يشمه بالنسبة إلى المشمومات لكن نظر الإنسان مداه أوسع جدا ولذلك الإنسان يرى الأشياء من بعد لذلك أنت ترى الشمس والقمر والنجوم وبعض هذه النجوم تبتعد عنا بمليارات السنوات الضوئية قبل فترة فالاخبار سمعنا ان نجما كان يراه الناس في أستراليا في كل ليلة هذا النجم وصل نور انفجاره الى التلسكوبات وقال علماء الفلك ان هذا النجم قد انفجر قبل اربع مليارات سنه وضوء الانفجار لتوه وصل الى الكره الارضيه يعني في الايام الماضيه كانوا يرون ضوء النجم، ولم يكن هناك نجم، هذا الضوء الذي يرونه هذا الضوء كان قد انفصل عن هذا النجم من قبل 4 مليارات سنة. هذه النجوم التي نراها لعل بعضها الان غير موجودة انفجرت وانتهت وتحولت إلى رذاذ أو إلى أي شيء آخر. لكن نحن الان نراها كنجوم لأن هذا الضوء الذي نراه ليس الضوء الذي الان ينطلق من النجم، ينطلق منها حسب المسافه بيننا وبين تلك النجمه يمكن انطلق منها قبل ساعات او قبل سنوات او قبل مئات او الوف او مليارات السنوات، وليست السنوات اليوميه وانما السنوات الضوئيه. مثلا يقولون نور الشمس الذي نراه هذا النور الذي الآن مثلا يدخل في هذه الغرفة أو في هذه الصالة، هذه اللحظة التي نرى هذا الضوء أو هذا النور، هذا قد انطلق من الشمس قبل ثمان دقائق، يعني قبل ثمان دقائق انطلق من الشمس، الآن وصل إلينا باعتبار أن الشمس قريبة إلى الأرض، بعدها عن الأرض ثمانية دقائق ضوئية. هذا بالنسبة إلى رؤية الإنسان في هذا الحديث وفي هذه الخطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول إن الله متجل لنا الله ظاهر لنا لكن هذه التجلية وهذا الظهور للأبصار ليس بمعنى الرؤية كلا لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، وكما مر مفصلاً في أحاديث ماضية: يستحيل أن نرى نحن إلا الأجسام، لقصور فينا لا يمكننا أن نرى الله لأنه ليس بجسم، والرؤية كما ذكرنا فيما مضى هي أن يصطدم النور بشيء ثم يرجع النور إلى بصر الإنسان، فالإنسان يرى ذلك الشيء. والله سبحانه وتعالى ليس بجسم حتى يصطدم به نور وحتى يرجع ذلك النور الينا الى ابصارنا لكي نراه. فتعالى عن ذلك ليس كمثله شيء. فما معنى تجليته للابصار؟ المعنى ان الله سبحانه وتعالى ظاهر بآثاره. مثل هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل ليس بمعنى ان الله سبحانه وتعالى حضر عند الجبل حضورا مكانيا. وإنما المعنى أن الله سبحانه وتعالى آية من آياته أنزلها على الجبل فالجبل صار دكة متجل لا باستهلال رؤية الآية الشريفة المحكمة تقول "لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار" إدراك البصر بأي معنى؟ إدراك البصر بمعنى الرؤية وهذه آية محكمة عندما تقول أدركته ببصري ليس بمعنى أن البصر لامس ذلك الشيء حتى تقول أدركته ببصري كما أن الإنسان حينما مثلا يركض خلف شخص فار إلى أن يصل إليه يقال أدركه يعني وصل إليه ومسكه بالنسبة إلى البصر عندما نقول أدركته ببصري أو أدركه ببصره ليس بمعنى أن البصر التصق بذلك الشيء، هذا لا معنى له. في اللغة العربية أدركه ببصره يعني رآه. لا تدركه الأبصار يعني لا يمكنها أن تراه. هذه الآية المحكمة. الآية المتشابهة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فنرجع هذه الآية المتشابهة إلى الآية المحكمة فيكون معنا إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها ناظرة أو إلى رحمة ربها منتظرة إذا الله ظاهر لكن ليس بمعنى استهلال رؤية الاستهلال من حل الشيء وأحل الشيء الشيء في أوله يقال حله لذا الهلال يقال له هلال القمر في ليلة أول الشهر يقال له هلال لماذا؟ لأنه أول الشهر نفس هذا القمر في أخير الشهر تكون حالتك حالة الهلال يعني القمر في أخير الشهر مثلا ليلة السادسة والعشرين والسابعة والعشرين الثامنة والعشرين يكون بشكل رفيع جدا لكن لا يقال له هلال لماذا؟ لأن هذا أخير الشهر ولو صورته مثل صوره الهلال. وما اهل به لغير الله، كانوا يذبحون الذبائح ويذكرون اسم الاصنام هذا اهل به لغير الله فلا يجوز اكله. لماذا يقال له اهل؟ لانه اول الذبح رفع اصواتهم بذكر الاصنام. وهذا يسبب ان الذبيحه تكون رجس فلا يجوز اكلها. فالاهلال والاستهلال بمعنى اول الشيء متجل لا باستهلال رؤيه يعني انت بصرك حينما تمده الى اي شيء لا يمكن ان ترى ربك وانما ترى ايات ربك في سوره النجم لقد راى من ايات ربه الكبرى وهذه الايه تفسر الايات التي قبلها ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو, او ادنى الى اخر الايات، لقد راى من ايات ربه الكبرى فلذا الله سبحانه وتعالى متجل لا باستهلال رؤيه، ثم بعد ذلك يبين الامام ان الله سبحانه وتعالى ليس في مكان، واذا لم يكن في مكان لان المكان مخلوق ويستحيل ان يحيط المخلوق بالخالق إذا لم يكن في مكان فصفات المكان لا يتصف بها الله سبحانه وتعالى. من صفات المكان القرب المكاني والبعد المكاني. أنت تقول مثلاً مكة بعيدة عن المدينة أو مكة قريبة إلى التنعيم مثلاً. والتنعيم منطقة في حدود الحرم، اتصلت مكة به الآن. هذا بالنسبة إلى الأماكن، لأن مكة مكان والمدينة مكان، فأنت إذا قست مكان الشيئين، قد يكون المكان المسافة قريبة، وقد تكون المسافة بعيدة، ولكن بعدت عليهم الشقة. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. هذا بالنسبة إلى المكان والمكاني، يعني الشيء الجسم الذي يكون في المكان. لكن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان لذلك صفات المكان من القرب المكاني والبعد المكاني هذه لا تتصور في حق الله سبحانه وتعالى وانما حينما نقول قريب الى الله او بعيد عن الله ليس المراد القرب والبعد المكاني وانما القرب الى رضا الله سبحانه وتعالى والبعد عن الطاف الله سبحانه وتعالى والا هناك مؤمن جالس وبجنبه كافر جالس او منافق. هنا المؤمن قريب الى الله، الكافر بعيد عن الله مع انهما في مكان متجاورين. كيف ان هذا يكون قريب مكانا وذاك بعيد مكانا مع انهما في مكان واحد او انهما متجاوران في مكانين قريبين. لماذا هذا قريب وذلك بعيد لانه لا يراد القرب المكاني والبعد المكاني بعض المجسمه من منتحدي الاسلام هؤلاء كانوا يقولون الذي على المناره هذا اقرب الى الله من الذي على الارض لماذا لانه هكذا يتصورون ان الله سبحانه وتعالى جالس جلوسا بالمعنى الحقيقي على العرش والعرش مكان وهذا المكان يحتوي الله سبحانه وتعالى حسب زعمهم والعياذ بالله فكلما تصعد فوق تصير اقرب الى الله سبحانه وتعالى هكذا هكذا كانوا يزعمون يزعمون ولحد الان اتباعهم يزعمون هذا الزعم. الامام عليه الصلاه والسلام يقول نائن الله بعيد لكن لا بمسافه وانما بالرتبه لانه الخالق ونحن المخلوقون نحن المخلوقون البعد بين الخالق والمخلوق هذا هو كل البعد لكن ليس بعد مكاني بعد معنوي قريب لا بمدانات قرب الله سبحانه وتعالى لنا ليس بمعنى انه المسافه صارت قريبه تدانا إلينا بدنو مكاني. الله بعيد عن الأشياء لعلوه الذاتي في الرتبة. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. الملائكة ليس المراد الفوق المكاني، يعني الله فوقهم مكانا، كلا وإنما فوقهم بالرتبة لأنه الله سبحانه وتعالى عالٍ ذاتا علوه الذاتي سببت بعده عن جميع المخلوقات لان هذه المخلوقات ليس لها علوا ذاتيا. فالبعد بالرتبه وليس بالمكان. وكذلك القرب حينما يقول ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. حبل الوريد العرق الذي هو اذا انقطع زالت الحياه. الذبيحه حينما يذبحونها يقطعون عرقين من العروق الاساسيه الان يعبر عنه بالشريان ونحن اقرب اليه من حبل الوريد باي معنى هل بمعنى اصحاب وحده الوجود او اصحاب الحلول والعياذ بالله انه حال في الاجسام مثلا لذا صار اقرب اليه من حبل الوريد كلا وانما المراد احاطه الله علما وقدره الله سبحانه وتعالى محيط بكل الاشياء ويعلم تفاصيلها وهو قادر عليها بقدرته اوجدها وبقدرته يرزقها وبقدرته يقدر امورها فلذلك صار اقرب من حبل الوريد نائن لا بمسافه قريب لا بمدانات والحاصل ان الله سبحانه وتعالى خالق المكان فهو خارج عن المكان لأن المخلوق لا يحتوي على الخالق. لطيف لا بتجسم. من صفات الله سبحانه وتعالى أنه لطيف. لكن ما هو معنى اللطف في الله سبحانه وتعالى؟ في إحدى الأحاديث الماضية ذكرنا هذا الأمر. اللطف في المخلوقات الشيء الدقيق يقال له لطيف هذا في المخلوقات اما بالنسبه لله سبحانه وتعالى باحد معاني ثلاث بمعنى نفوذ علمه في الاشياء الدقيقه جدا يعني الان هناك موجودات نشعر بها وهناك موجودات لا نشعر بها هناك موجودات لا يمكن لنا ان نراها الان مثلا في جسم الانسان توجد ميكروبات مثلا او في الفضاء او في الكذا توجد ميكروبات. هناك موجودات امواج كذا جدا دقيقه. الله سبحانه وتعالى يعلم بكلها، نفوذ علمه في الاشياء الدقيقه. هذا احد المعاني الثلاث لللطيف. وايضا من معاني اللطيف عدم ادراكنا لكنه ذات الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم بان الله موجود اما حقيقة وجود الله لا نعلمها. وقد ذكرنا فيما مضى نحن حقائق الاشياء ايضا لا نعلمها. الوجود نحن نشعر به لكن ما هو حقيقة الوجود الحقيقة؟ لا نعلم. الكهرباء نشعر به لكن ما هي حقيقة الكهرباء؟ لا ندري. وإنما نعلم بالاشياء عبر آثارها. فكيف بالخالق؟ إذا احنا حقائق المخلوقات لا نعلمها. حقيقة الخالق لا يمكن أن ندركها، لماذا؟ لأنه إناء صغير لا يمكنه أن يحتوي على مياه المحيطات، هذا أمر واضح. والنسبة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أوسع من نسبة إناء إلى المحيط، لأن المحيط بالنتيجة محدود، أما الله سبحانه وتعالى فلا حد له. هذا المعنى الثاني اللطيف أنه لا يمكن لأحد أن يدرك حقيقة ذات الله. وإنما يعلم بحقيقة ذات الله الله فقط. حقيقة ذات الله وكنه ذات الله. المعنى الثالث لللطيف بمعنى البر. لطيف بعباده يعني بار بهم. حينما نقول الله لطيف ليس هذا بمعنى التجسم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جسم لطيف. ابن تيمية في إحدى كتبه يزعم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يصغر نفسه إلى حد مثلاً أقل من جناح بعوضة حتى يكون على جناح بعوضة يقول أنه قادر على ذلك، أصلاً هذه المنهجية في الفكر منهجية خطأ أصلاً، الله سبحانه وتعالى قادر. لكن أن تأتي وتتصور صفات الأجسام لله سبحانه وتعالى هذا التصور منهجية خاطئة لفهم معنى قدرة الله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا فيما مضى وأيضا نذكر في المستقبل التفسير الصحيح لمعنى قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير لطيف لا بتجسم موجود لا بعد عدم الله سبحانه وتعالى موجود لكن ليس وجوده كوجودنا نحن لم نكن موجودين ثم وجدنا السماء الارض لم تكن موجوده ثم وجدت حتى العلم الحديث وهو علم تجربي علماني لا يبحث عن الامور الدينيه اطلاقا، وانما يبحث كتجربه، ايضا ويذكر ان هناك انفجار كوني حدث وبعد الانفجار الكوني حدثت السماوات والاراضين وما الى ذلك، فكل الاشياء من المخلوقات لم تكن ثم كانت، لكن الله سبحانه وتعالى موجود لا بعد عدم. ليس بمعنى انه لم يكن ثم كان هذا من الفروق بين وجودنا ووجود الله سبحانه وتعالى طبعا سنخ وجود الله يختلف عن سنخ وجودنا لان نحن اجسام ممكنات الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ووجوده ضروري فسنخ الوجود يختلف ومن اثار اختلاف سنخ الوجود هو ان وجودنا كان بعد عدم لم نكن ثم كنا لكن الله سبحانه وتعالى لا يسبقه العدم، لانه اذا كان يسبق العدم فخروجه الى مرحله الوجود يحتاج الى عله بضروره العقل باستحاله وجود الشيء من غير عله، الشيء الذي لم يكن موجودا يوجد من غير عله. موجود لا بعد عدم، الله سبحانه وتعالى وجوده ازلي فلذلك لا يحتاج الى عله، لانه لم يكن معدوما حتى يحتاج الى عله توجده. فاعل لا باضطرار هذه من صفات الله سبحانه وتعالى فاعل لا باضطرار باي معنى بمعنى ان الله سبحانه وتعالى مختار والاختيار من صفات الذات الله سبحانه وتعالى عالم قادر حي مختار الاختيار من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفه ذاتيه الاختيار يعني له ان يفعل وله ان لا يفعل. بعض الفلاسفة تصوروا ان الله سبحانه وتعالى عله بالمعنى الفلسفي. والعله يستحيل ان تنفك عن المعلول. يعني يستحيل ان توجد نار من غير حرارة. فكلما وجدت النار وجدت الحرارة. لا انفكاك بينهم، ونعم النار هي عله للحراره فعله ومعلول، لكن العله اذا وجدت المعلول يوجد. النار فاعل بالاضطرار يعني هي تولد الحراره لكن ليس باختيارها ان توقف الحراره من نفسها. وهكذا سائر العلل هؤلاء الفلاسفه زعموا ان الله سبحانه وتعالى عله لهذا الكون. فإذا كان عله، العله يستحيل ان تنفك عن المعلول، فإذا كل هذه الموجودات ازليه، نعم الله خلقها لكن كالحراره بالنسبه الى النار، فجعل الله والعياذ بالله فاعل بالاضطرار، والنتيجه ذلك انه ليس بمختار، فلذا يأتون ويؤولون كلمه المختار يعني نفس المجبور لكن يستعملون لفظ المختار ويفسروه بالمجبور. وهذا ان التزموا بلوازمه بالطريقه التي ذكرناها هو يؤدي الى الكفر. لذلك ابتدعوا اصطلاح سموه القديم الزماني. يقولون الله سبحانه وتعالى قديم ذاتا لانه هو العله. العالم قديم زمانا، يعني هو من الازل ايضا موجود. لكن هو معلول للعله فهذا اصطلاح القديم الزماني يراد به هو هذا يعني الزمان الله خلقه قديما وخلق الاشياء قديما ايضا لا بدايه لها هكذا يكون كما ان الله ازلي يزعمون ان المخلوقات ايضا ازليه ولكن في درجه المعلوليه هذا معناه هو الاجبار والاضطرار وعدم الاختيار ويستلزم توالي فاسده كثيره ولذلك يقولون ان الاشياء كلها حتى الاشياء المعدومه في الماضي الاشياء اللي في المستقبل كلها من الازل كانت موجوده وستكون موجوده دائما ويذكرون لذلك مطالب خطابيه وشعريه سخيفه جدا واحد يستغرب انه كيف مجموعه من العقلاء بسبب ابتعادهم عن منهج الوحي وصلوا الى هذه الكلمات الغريبه جدا، الذي هي بطلانها من البديهيات، لكن صوروا لها صور عقليه ومنطقيه وبرهانيه وزعموها حقائق. الامام عليه الصلاه والسلام يقول: فاعل لا باضطرار. نحن فيما مضى ذكرنا مساله لا باس بان نكررها. باعتبار انه هذه الحلقات حينما تبث يمكن واحد يشوف هذه الحلقه ولم يكن قد راى حلقات ماضيه لذلك احنا نضطر في بعض الاحيان نكرر بعض المطالب حتى لا يبقى كلام ناقص لاحد او تثار شبهه في ذهن احد. بالنسبه الى الاراده الاراده هي صفه فعل وليست صفة الذات صفات الذات هي عين ذات الله سبحانه وتعالى يعني العلم عين ذات الله القدرة عين ذات الله الحياة عين ذات الله لا تنفك عن ذاته أصلا لأنها هي عين ذاته ولا تغير فيها وهناك صفات فعل صفات فعل هذه ترتبط بفعل الله سبحانه وتعالى فلذا هذه لم تكن ثم كانت يعني الله لم يخلق الاشياء في الازل ثم خلقها. لكن لا يصح ان نقول ان الله لم يكن يعلم ثم علم. لم يكن قادر ثم قدر. لا هذا كلام غلط وغير صحيح ويؤدي الى الكفر. اما نقول ان الله سبحانه وتعالى لم يخلق احدا ثم خلق. الله سبحانه وتعالى لم يرزق ثم رزق. هذا يصير من صفات الفعل ترتبط بفعل الله سبحانه وتعالى، وفعل الله لم يكن في الأزل، يعني الله سبحانه وتعالى في الأزل لم يكن قد خلق أحدا، لم يكن قد رزق أحدا مثلا. ثم بعد ذلك خلق ورزق، كان الله ولم يكن معه شيء. فهذه صفات الفعل. طبعا فيما مضى بينا مجموعة فروق بين صفات الذات وصفات الفعل. من جملتها صفات الذات هي عين ذات الله فلا يصح ان نقول لم تكن ثم كانت اما صفات الفعل يصح ان نقول ان الله لم يرد ثم اراد والاراده هكذا الله سبحانه وتعالى في الازل ما اراد ان يخلق الاشياء ما اراد ان ينزل كتاب ما اراد تشريعا ولا تكوينا ثم اراد فلما اراد خلق الاشياء فلما اراد قدر المقدرات، فلما اراد انزل التشريعات. زين. الله سبحانه وتعالى ارادته من صفات الفعل، لانه ما كان يريد ثم اراد. لكن الاختيار من صفات الذات. يعني الله سبحانه وتعالى من الازل هو مختار، بمعنى انه له ان يفعل وله ان لا يفعل. قادر على ان يفعل وقادر على ان لا يفعل فالاختيار صفه ذاتيه ازليه اما الاراده صفه ترتبط بفعل الله سبحانه وتعالى ولذا يقولون منشا الاراده علم الله وقدرته واختياره يعني الله يعلم حكيم وقادر ومختار ولذلك أراد أن يخلق الأشياء أراد أن يرزق أراد أن يقدر ما قدر فإذا الله سبحانه وتعالى مختار المختار شنو معنى؟ معنى أنه ليس بمضطر لفعل شيء ولذا الله سبحانه وتعالى كان في الأزل ولم يكن معه شيء ثم أوجد الأشياء الإمام يقول فاعل لا باضطرار بعد ذلك يقول مقدر لا بحركة الله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء يحدد حدودها لكن تقديره ليس كتقديرنا صحيح أن تقدير الله من صفات الفعل لأنه لم يقدر شيئا ثم قدر لم يقض ثم قضى صار من صفات الفعل لكن أيضا صفات الفعل في الله تختلف عن صفاتنا اختلافا جوهريا. نحن حينما نريد نحدد حدود شيء نضطر انه بالاعضاء او بالفكر عبر الاعضاء وعبر الفكر نحدد الاشياء. الامور الماديه عبر الاعضاء انت بيدك برجلك مثلا بالالات التي تستعملها تحدد حدود الاشياء، والامور العقليه بفكرك تحددها. لكن الله سبحانه وتعالى حينما يريد يقدر تقديره لا يستلزم حركه في ذاته لان الله سبحانه وتعالى ليس بجسم والحركه من صفات الجسم الحركه والسكون من صفات الجسم لان الحركه بمعنى الوجود في المكان الثاني في الزمان الثاني السكون هو الوجود في المكان الاول في الزمان الثاني فالحركة والسكون ارتبطا بالمكان والله ليس في مكان لأنه خالق المكان فلذا الحركة والسكون ليست من صفات الله ويستحيل على ذات الله سبحانه وتعالى ولذلك حينما يقدر الأشياء ليست بحركة لا يحتاج إلى حركة بل لا تمكن الحركة في ذاته بل هي صفة نقص تكون هذه بالنسبة إلى الأجسام بالنسبة إلى الممكنات ممكن مقدر لا بحركه، هذا قسم من خطبه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ونترك الاقسام الاخرى الى حلقات قادمه، هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. <applause>